فريق التحرير هذه النظري انا اعتبره فريق المناضل، لان يناضل من اجل تحقيق المبتغى، ولكن هذا النضال هذا دابا اصبحنا مرغمون ومطالبون جميع مؤسسات النظرية والإقليمية لإعطاء دفع لفريقهم فريق رياضي النظور، الفريق الوحيد اللي ينافس على الصعود ومازال كيتخبط في هذه المنافسة وحيدا. غياب الغيرة، أنا نقولها الغيرة على مدينة النظور، ملي كتشوف دابا الفروق اللي كتنافس معنا المدن ديالهم، ولينا دابا راه ماشي فريق فتح رياضي الناظور اللي كينافس، مدينة الناظور تنافس مدن أخرى، إقليم الناظور، إقليم الناظور ينافس أقاليم أخرى، أقاليم أخرى اجتمعوا لموا جمعوا بالأعيان ديالهم بالمستثمرين ديالهم بالشركات ديالهم حول أندية ديالهم. وفريق فتح رياضي الناظوري عنده الناس ديالو، عنده إمكانيات، عندهم راه واحد من الناظور، غير واحد من الناظور إلا كلاه قلبو راه غادي يتحدى كاملين هاد الناس هادو اللي راهم كيديروا لنا عراقيل من أجل الصعود. أي فريق كيمشيو يلعبوا معاه إلا كنلقاو داروا ليه مناح من أجل إقصاء فتح الناظور. ملي كتلقى رئيس ديال فريق ديال المجموعة الوطنية الاحترافية الأولى يتواجد داخل جهة فريق كيتنافس معنا كيدير علينا مناح ولا دخل له، ماشي حتى بنفس المدينة، هذا إشكال. ولكن أنا دابا كنقول ماشي لا، أنا ما كنخافش على فتح الناظور ولا نخاف على لاعبين فتح الناظور، أنا خايف وما قبلش وما رضيش ملي كنلقى الناس كاملين كيعاونوا الانديه ديالهم وحنا كنتفرجوا. دابا ولات سو فورم انجار سبورتيف، ماشي جار ديال عسكريه، لان الناس عارفين شنو هي الرياضه، عارفين القيمه ديال الرياضه، وعارفين شنو غادي يجيبوا مؤسسات اقتصاديه، وحنايا مازال كيتسناو غير فتح الناظور فوقاش غتخسر يقولوا راه باعوا الماتش. راه فرقه عرضات عليا، انا كنقولها وكنتحمل المسؤوليه ديالها، فرقة عرضت عليا 1 مليون درهم باش غادي نخرج من المنافسة، وكنقولها علانية، ولكن أنا ولا خدت عرض عليا 2 مليار سنتيم، ما رضاش وما نقدرش، رغم ما كنسمعوا قيل والقال لبعض المتطفلون لا يعرفون حقيقة كرة القدم. صبر علينا شوية، هذه صبر علينا شوية، هذه سمعتها علي عامين، يكون خير، هذه سمعتها لي كاين عامين. وفرقة غدا الصباح غادي داخلة هو كيقول لي صبر علينا شوية، سير واجي، أساليب غير مقبولة لا من المواطن ولا من المؤسسة ملكية ولا من، لأن دابا أصبحت الأمور واضحة. ملي كنسمعوا الأندية وكسميتو بإمكانيات اللي غاديين وفتح رياضي النظري باش غادي فريق كان كواليس، ولكن فريق فتح رياضي النظر عنده لعابه، واشنو خاصنا دابا؟ انا ما نهضرش على مؤسسات اقتصاديه، انا نخاطب دابا ابناء الاقليم وابناء النظور اللي عندهم الغيره. اودي اليوم راه كتحارب المدينه، ما كتحاربوش حنايا، يا اودي ديروا معنا يد باش نديروا الاعتبار للمدينه والاقليم ككل، اودي ما تخليوناش محقورين. واحد الوقت كنتو كتسالوا لا راه ما بغاوش يلعبوا احنا لاعبين لامونتي وكنتقطعوا على لامونتي، وباذن الله راه غنطلعوا كما كاين بعض الاشخاص اصدقاء ديالنا وباغينا نطلعوا دابا، بغينا الناس ديال الناظور كاع، عندنا المؤسسات هذو كاع المؤسسات هذو اللي كناشدوهم وهذو راه كاع ما كيسمعونا. انا كندير وجه الرساله ديالي للمواطن الحقيقي اللي باغي اللي تكون عنده الغيره على المدينه ديالو، الغيره على الاقليم ديالو، الغيره على على على, على, على ابناء الناظور اللي باغي. ما انا السيد العميل راه باغا كاين عميل غادي يمشي عامل، يجي عامل دوزنا مع عمال مشاو، حنا راسخون، حنا مغاربه، حنا مواطنون، حنا ساكنين، حنا مستقرين، حنا عندنا ملك وعندنا مملكه وعندنا حقوق ديالنا وعندنا دستور، بغينا دابا الحق ديالنا، بغينا تنصفوا، ما نحسوش في الحقره بالمدينه ديالنا،
ما بقاوش الناس عندهم امكانيات ماديه يخدموا ضدنا، حتى حنا خصنا نخدموا ضدهم كما راهم كيخدموا ضدنا، حتى حنا خصنا نحاربوا وندافعوا على الحقوق ديال الفريق الفتح الرياضي الناظوري. ما تخليوناش في اخر المطاف نبقاو نتباكاو. انا كنوجه لكم هذه الرساله لجميع الناس اللي عندهم غيره على فريق الفتح الرياضي الناظور. الحشومه دابا حنايا في مدينه الناظور ما نكملوش فيها هذا الطريق هذا، راه الا ما كملناش هذا الطريق هذا راه غادي نتراجعوا واحد المده زمنيه كبيره. راه دايزة، راه المجموعة إلا تكتلنا ومجموعة ديال الناس ديال الناظور، أنا كنعرف الناس ديال الناظور وكنقولها، راه إلا جا واحد راه غيتحداهم كاملين هاد الناس هادو اللي كيجتمعوا دابا، راه الدبان كيجتمع ما كيديرش العسل، ولكن النحل راه كيعطي. شكرا. هادشي اللي بغيت نقول لكم، هذه هي الرسالة ديالي اللي غادي نوجه لكم، وجهدها لكم شوية ديال القساوة، لأن الوضعية اللي رحنا فيها دابا وضعية ما بين السنداني والمطرقة. فريق يناظر ينافس ايوا ديروا معنا من اليد، وفي الاخر راه كلشي غادي يخرج فرحان. اللهم يسر ولا تعسر.